ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. حسين، بعد التحية، التراجعات التي تشهدها روسيا بعد هذه العقوبات والإنفاق الحكومي الهائل على هذه الحرب التي بدأت أن تؤثر على الاقتصاد الروسي، من تراجع الحساب الجاري، من ضعف الروبل ووصوله إلى مستوى 103 روبلات لكل دولار، هذا لم يحدث منذ الشهر الأول من الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا عائدات النفط التي بدأت أن تتراجع بعد تخفيض روسيا من صادراتها. كيف ترى الإجراءات التي سيتخذها غير رفع الفائدة المركزي وأيضا الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد والعملة وما إلى ذلك؟ نعم رشا، بعد التحية، اليوم العملة الروسية الروبل ارتفعت أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت بورصة موسكو صباح اليوم الدولار الواحد يساوي 98 روبلا، بالإضافة إلى أن اليورو الواحد يساوي 100 روبل، لكن يوم أمس الدولار كان يساوي حوالي 100 أو 101 روبل يوم أمس، لكن اليوم ارتفعت العملة الروسية الروبل، وذلك قبل القرار الذي اتخذه المصرف المركزي الروسي في رفع نسبة الفائدة إلى 12%، وذلك من أجل المساعدة العملة الروسية الروبل، وأيضا من أجل جذب المستثمرين الروس لإيداع أموالهم داخل المصارف الروسية. إذن هي إجراءات اتخذها البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية لمواجهة العقوبات الغربية. لا أحد يتحدث رشا منذ بداية العملية العسكرية وبداية الصراع حتى الوقت الحالي عن عدم تأثر الاقتصاد الروسي من العقوبات الغربية، لا أحد ينكر هذا الأمر، لكن الموقف أو المنحى الذي اتخذه الاقتصاد الروسي وهو مواجهة العقوبات الغربية والتغلب على هذه العقوبات، وأيضا حجم التأثيرات التي فرضتها العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، يعتبرها الخبراء الروس وتحديدا خبراء الاقتصاد على أن الاقتصاد الروسي كان قويا واستطاع أن يواجه هذه العقوبات. فهناك معظم الخبراء كانوا مع بداية العملية العسكرية ومع بداية فرض الغرب العقوبات على الاقتصاد الروسي، معظمهم توقعوا بأن تنهار العملة الروسية الروبل، أيضا الاقتصاد الروسي توقعوا بأن لا يكون لديه القدرة على مواجهة هذه العقوبات، لكن الاقتصاد الروسي وأيضا الإجراءات الحكومية وإجراءات المصرف المركزي الروسي فاجأت معظم الخبراء في الداخل الروسي. فبطبيعة الحال الخبراء يؤكدون على أن روسيا تواجه الغرب وهي في حالة صراع مع الغرب، والغرب فرض أكثر من 17,000 عقوبة على الاقتصاد الروسي، فإن تدهور العملة الروسية أمام الروبل بالإضافة أيضا إلى بعض المشاكل الاقتصادية داخل البلاد، فهي ليست إلا جزءا صغيرا من الحجم الذي يمكن أن يؤدي إلى الاقتصاد الروسي أو يصيب الاقتصاد الروسي لولا الإجراءات الحكومية الفعالة. فنحن نتحدث عن مساعدات وتعويضات مالية قدمتها الحكومة الروسية إلى الشركات الصغرى و الشركات المتوسطة، أيضا بعض الشركات وتحديدا شركات التكنولوجيا تم إعفائها من الضرائب لمدة 3 سنوات، إضافة أيضا إلى أن الحكومة الروسية بدأت الآن بفتح المزيد من العروض لجذب المستثمرين من الخارج وتحديدا من الدول التي تصنفها روسيا على أنها دول شريكة لها بعيدة عن الدول الغربية. إذا روسيا الآن وتحديدا في المنظمات الدولية، منظمة شنغهاي أو منظمة البريكس، بالإضافة أيضا إلى مجموعة أوبيك بلس، روسيا تؤكد على ضرورة التعامل بالعملات المحلية. واليوم تصريح وزير الخارجية سيرجي لافروف في المنتدى 11 للأمن المنعقد في حديقة باتريوت ضواحي موسكو أكد على اتجاه معظم الدول في العالم للابتعاد عن الدولار والتعامل في العملات المحلية، إذا روسيا تأمل في أن يكون المستقبل أفضل على الاقتصاد الروسي من الوقت الحالي ومن أيضا من الفترة الماضية، وتحديدا أن روسيا لازالت حتى الآن في حالة صراع مع الغرب. إذن تدهور العملة الروسية الروبل تصفه موسكو على أنه جزء من المسار الذي يتخذه الغرب، المسار العدواني حسب الوصف الروسي. البعض الخبراء يتحدثون
نعم حسين، يعتبر الكريملين كان لديه هجوم على المركز الروسي بالسياسة التيسيرية التي أدت وضغطت على الروبل لجذب المزيد من الاستثمارات في الداخل الروسي، ولابد من إجراءات وتحفيزات حكومية حتى تستطيع روسيا أن تمر من هذه التراجعات، ولربما هي تصحيحية بعض الشيء نظرا للعقوبات وما تشهده موسكو من ضغوط غربية. على كل، سنتابع كيف ستكون الإجراءات الحكومية القادمة لدعم العملة والاقتصاد والحساب الجاري الروسي. أشكرك حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من موسكو، شكرا على هذه المشاركة.